فلوس الخارجه من حق من الخارجه الاولى تنفق على تكاليف الدفن، والخارجه الثانيه فيما يبدو لي والله اعلم انها للورثه عموما، ولا على حسب انظمه الدول. يعني الحكومات احيانا تصرف اعانه لمن مات له ميت من الموظفين، موظفين عندها تصف لهم إعانة. فمن العلماء ما تصف الإعانة على مرتين، مرة وقيب الوفاة تصف مثلا 1000 جنيه 2000 جنيه، ومرة والأخرى بعد الوفاة بشهر أو 3 أسابيع تصف مكافأة كبيرة، خرجة يسمونها الخرجة. فهل هي للزوجة فقط أم للورثة جميعا؟ الظاهر أنها للورثة جميعا، إلا إذا نص المعطون لهذه الأموال على أنها لأحد بعينه.